دونك الا لاحظتوا معايا هاد التمرين دابا اللي خدمنا، قلنا كنكتبوا رقم ديال الاي دي كيمشي هو عاوتاني يطلب من عند لا بي اي شكون مول هاد الاي دي، كيجيب ليك الداتا وتنافيشيوها. وهذا الاكزرسيس ان هو حل من الحلول باستخدام هنايا اكسيوس، وقلنا كنعطيو ليه هاد البارامتر. حنا هنا تبعنا لي زيليمون دو سوليسيون كنا، ولكن ماشي ضروري هاد لا سوليسيون. علاش؟ انا مثلا الا غادي نطلب منكم تعطوني انتقاد لهاد لا سوليسيون، شنو في نظركم هاد لا سوليسيون شنو السلبيات ديالها؟ انا فاش تكومونيكي مع لا بي اي ما كتجيبش الداتا كامله، هادي شي حاجه زوينه انها ما تضطرش تسنى باش تجيها الداتا كامله، ولكن المشكل اللي كاين هو انها دائما على تواصل مع لا بي اي، في كل مره كتطلب منها يمكن يديروكيت بزاف، يعني اعطيناها اي دي هو واحد غتمشي تقول لا بي اي عافاك اعطيني اليوزر رقم واحد وتسنى لا بي اي تجاوبها عاد تافيشيها، اعطيناها الاي دي 5 عاوتاني دير طلب جديد لا بي اي وتقول لها عافاك اعطيني لهاد اليوزر رقم 5. يعني هي اشاك فوا كتصيفط دي روكيت لا بي اي. علاش؟ لاننا حنايا ما كنجيبوش الداتا كامله، كنخدمو مع على تواصل اشاك فوا مع لا بي اي باش ناخدو فقط الداتا اللي بغينا. هذه طريقه، وكرا كان ممكن اننا مثلا احنا درناها هنا باش نشوفوا كيفاش ممكن نخدموها. ممكن انني نجيب الداتا كلها ونبقى انا الفيلتري عندي، يعني الداتا نجيبها مره واحده وشارجمون دو لا باج ونبقى الفيلتري انايا، يعني نستخدم لا ميثود فيلتر ونخدم. دونك هادو طرق حنا دابا غنشوفوهم كاملين. والانسان ملي كيصوب بروجي وملي كيافونسي شويه تيخصو يطرح هاد التساؤلات، يقول اما احسن واش نجيب الداتا كلها ونبقى انا نخدم بحال اللي كنوريكم في ليكزارسيس 2، او نبقى اشاك فوا كندير الطلب انايا الاي بي اي هي تعطيني غير واحد شويه من الداتا. دونك هذا هو التمرين الاول. التمرين الثاني اللي كان عندنا هو قلت لكم غنخدموا على ليكزارسيس الاول اللي كان عندنا فيه افيشاج عادي، وغنديروا الافيشاج يكون على شكل تيبل. دونك الا مشينا هو اللي حطيته في اب، هنا راني خدامه بكومبوزون كلاس، غير حيت ديجا كانت عندي اب على شكل كلاس وبدلت فيها. دونك هاد لافيشاج هذا تاعهم كاملين، في الاول قلنا كان عندنا افيشاج في ديف وبدلناه عادي جدا، مشينا للجزء ديال سميتو ديال الكونسوماسيون دو لا بي اي خليته نفسه على حسب ليكزامبل اللي كنت خدامه انايا هنايا فيتش ديريكت، نقدروا نخدمو باكسوس. المهم انا خدامه دابا في هاد لا ميثود لانني خدامه بكلاس وما تبدلاتش. هادشي هنا فاش كانت عندي ديف كرييت تيبل، الجزء اللي ما كيتغيرش فيها اللي هما العناوين احنا حطيناها من فوق، وغادي نمابيو على لي زيتيليزاتور كل سطر. هاد السطور هادو واحد وجوج وثلاثه وهذا اللي كيتبدلوا، هادو هما اللي غادي يكونوا داخلين لينا في وسط الماب، كتروتوني لي ستار وكل مره كتروتوني ستار، كل ستار فيه معلومات ديال اليوزر، الاي دي ديالو، النيم، الايميل، ادريس اكسيتيرا. المهم نشوفوا كاع المعلومات اللي بغينا نجيبو، حنا عطينا فقط امثله. المهم انه في وسط الماب عندنا روتون ديال واحد ستار، والمرة الأولى غتروتوني هاد واحد اللي هو اليوزر اللي عنده الاي دي واحد، المرة الثانية جوج. الماب راه كيما كنعرفو كتبوكلي على الداتا كاملة. تخي بيان، دونك هذا هو ليكزارسيس الثاني. دابا إلا بغينا نخدمو هذاك ليكزارسيس ولكن غنفيلتريو، يعني غنطورو واحد شوية وغنقولو ليه ما تبقاش تجيب لينا غير واحد، حتى ما نمشي نكتب هنايا الرقم ويطلع ليا مولاه، هذيك راه ديجا درناها قبل عاديه، نقدروا هي اللي دوزنا فيها هاد الداتا اللي قلت لكم قبيله هنا في اكزرسيس ان، نقدروا ندوزوها هنا بالداتا، نقدروا نديروا فلتر ونديروا تساوي واحد. هنا دابا بغيت انا باش ما نستخدمش التساوي، قلت غنكتبوا هنا واحد الاي دي وغنجيبوا كاع اليوزرز اللي عندهم اي دي من واحد حتى لهذاك اللي كتبنا. مثلا الا كتبت غير واحد غيطلع هو، اذا كتبت جوج غيطلع الواحد والجوج،
الا كتبت 4 غيطلع من الواحد حتى الربعة وحنا غاديين. دونك هادي دابا كي درت ليها وخدمتها بطريقة أخرى مختلفة على هنا دونك هذا اكزرسيس دو خدامة بالكومبوزون فونكسيونيل. دونك هنايا شنو درت؟ أول حاجة غنخبي الاي دي، غادي نخبي الداتا كلها اللي غتجيني من الاي بي اي، غنطلبها مرة واحدة كيما غتلاحظوا. غندير لابيل ديال لابي اي باش ناخد المعلومات ديال اليوزرز ديريكت. انا هنايا خدمت باكسيوس، وممكن تخدموا بلا ميثود اسينكرون، نقدروا نخدموا باي طريقه. بور لو مومون وكي قلت لكم الا تفرض راه حنا مجبرين نتبعوا داكشي اللي عندنا. دابا هنايا من هاد يوزرز او يوتيليزاتور كتمثل ليا كاع لي يوتيليزاتور اللي كاينين في لابي اي، غادي نجيبهم نخبيهم هنا. ابخي كرييت في واحد ريزولتا اللي هو عبارة على طابلو اللي فيه النتيجة النهائية اللي بغيت نافيشي، يعني هما لي زوتيليزاتور اللي متحقق فيهم الشرط ديال ان الاي دي ديالهم محصور ما بين واحد والاي دي اللي مكتوب لينا في الانبوت. هادوك لي زوتيليزاتور هما ريزولتا. دونك انا هنايا في اليوز افكت حيت خدامة بالفونكسيونيل، يعني خدامة كومبوزون فونكسيونيل، درت يوز افكت حطيت فيه الكود اللي غيكونسومي ليا لا بي اي وغيجيب لي لانفورماسيون كاملين اليوزرز، غادي نخبيهم في يوتيليزاتور. ودرت تراي كاتش حيت كانوا عندي دي زيرور باش كنشوف لي زيرور اللي كيكونوا عندي. بيان سور هادي سي لا جيستيون ديرور، مزيان اننا نديروها، بغيتو تحيدوها بور لو مومون راه تخلق لكم مشكل غتمسحوا هذا الجزء. دونك عادي هنايا كنديروا لابيل هاد لا ميثود اللي كتكونسومي لا بي اي. وهنا كي قلنا البارامتر الثاني ديال يوز افكس خليته طابلو فيد باش هادشي يوقع غير في المره الاولى في شارجمون ديال لا باج. من بعد غادي نستخدم لا ميثود هاندل تشينج اي دي اللي هي لا ميثود اللي كتاخد ليا داكشي اللي تكتب في الانبوت في تشينج في الاون تشينج. دونك كتشد ديك الفاليو اللي تكتبات وكتخبيها في الاي دي. وابخي غتبغي تبدا تلقى لي الريزولتا. دونك اول حاجه هنا غنتيستي انا داكشي اللي تكتب راه يكون نومبر. دونك الا كان نومبر عاد غادي نخدمه، اما الا كان شي حاجه خاطئه غيتعطى لينا طابلو يبقى خاوي. هنا مثلا الا كتبت لي نيمبورت كوا كما كتلاحظوا كي ما كيعطيني حتى حاجه، حتى الا كان زويد ما يعطيني حتى حاجه. الا كتبنا ليه رقم عاد غادي يخدم. فوالا دونك هنايا نديرو ليه رقم كبير هو غادي يمشي حتى ل10 ويحبس حيت عندنا غير 10 ديال لي زوتيليزاتور. دونك هنايا غير الكونترول دو سيزي ان المعلومه اللي تكتبات راها نومبر كان بارزيوها نحولوها لونتي باش نخدمو عليها كعدد. ابخي كان فيريفيو دونك اولا كنمشيو لهذيك اليوزرز اللي هما كاملين اللي جبناهم لا بي اي وكنفلتريوهم باستخدام لا ميثود فلتر. كنقولوا كل واحد فيهم غناخدوه الا كان كيحقق لينا الشرط اللي هو ان الاي دي ديالو خصو يكون كبر من واحد وفي نفس الوقت صغر من الاي دي اللي تكتب لينا في الانبوت بعد تحويله الاونتي، يعني يكون محصور في المجال من واحد حتى داك العدد اللي تكتب في الانبوت. دونك الا كان فعلا كيحقق هذا الشرط فهو غيبقى معنا في الريزولتا ديال الفلتر. كما كنعرفوا بان فلتر غاتروتوني لينا تيبل، هذاك التيبل هو اللي سميناه فلترد يوزرز وهو اللي غادي نحطوه في ريزولتا. دونك هكذا ريزولتا غتكون يا اما خاويه الا كان الداتا اولا الانبوت غالطه اولا غتكون فيها الريزولتا النهائيه. دونك هنايا ملي غادي نخدمو درنا ديكور العادي بحال في التمرين السابق، وفاش غنمابيو بحال التمرين السابق عوض ما نمابي على اليوزرز على يوتيليزاتور كاملين كنمابي على طابلو اللي فيه الريزولتا. وهاد الطريقة هادي كتصلح انني نجيب الداتا مرة واحدة ونفلتريها اون لوكال عندي بلا ما نبقى نحتاج ندير طلب الـ API انها تخدم معايا، يعني الـ API كنخدم بها غير المرة الاولى فقط. فوالا دونك وهكذا غنكونو درنا هاد ليكزامبل هذا ديال الفيلتراج على حساب الايدي. وهنا نخدمو انا درت ايدي نقدروا نخدمو بار نو بار اي حاجه، يعني دائما غتبقى تخدم معنا لا ميثود فيلتر، خاصنا نعقلوا عليها ونفهموا بانه راه عندنا جوج ديال الطرق. يا اما كنبقى كل مره كنطلبوا من لا بي اي جزء من المعلومه او كنطلبوا منها الداتا كلها وكنخدموا حنا اون لوكال بالفلتر وكنديروا شغلنا لو تريتمون ديالنا كنقادوه بشكل عادي.